يعني ما كان حتى يعني تقدر تقول تفاهمنا معاه في واحد مام با نصف ساعه. تلاقينا مع المدير عبد القريب عبد القادر عمراني في المكتب هنا مع المسيرين بالاستشاره تاع الجميع، وحددنا الاهداف ونعاودوا نقول كما قالها ديجا من قبل، حنا جينا هنا باش نلعبوا البوديوم. هو هز المسؤوليه وانا ايضا راح نهز المسؤوليه معاه، ونعرفوا اللاعبين تاعنا وامكانيات تاع اللاعبين اللي عندنا في شباب قسنطينه ولا النادي القسنطيني. ما نشوفش روحي غريب على هذا الفريق، ولو في التدريب فريق بحجم شباب قسنطينه نظن هو تكليف مش تشريف، مسؤوليه كبيره. ولهذا نقول باللي بوجودكم اليوم وكثافة الصحفيين يعبر على حجم هذا الفريق وعلى حجم المسؤولية اللي راح تكون على عاتقي على هذا الفريق. اتصالات نظن باللي كانت عادية، غير أمس ربما اتصل بي طارق علامة ونشكره ربما على الثقة اللي دارها في شخصي، ولو أن اشتغلنا جميعا نعرفوا بعضنا مليح وهذا شيء يفيدني ويفيده. يعني نجم نقول لك باللي ما فيش حاجة اللي خلتني ربما نرفض الطلب، ولو كنت قادر نروح لعدة فرق، ولكن وجود العائلة عندي هنا وجود ربما الأصدقاء، بس كنظن باللي عمري ما غبت على قسنطينة، أغلبية الأوقات راني في قسنطينة، وهذا جاني شيء عادي، هذا الشيء نجم نقوله.